بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يروي آية الله نصر الله الشيخ آبادي عن والده المعظم آية الله الشيخ محمد علي الشاه آبادي كيف كان يؤدبهم في صغرهم إذا ما أظهروا بعض المشاكسات وبعض الخلافات فيما بينهم وكانوا صغارا. قال: كان يبعث والدنا علينا ويجلسنا بين يديه ثم يقول: أنت صل على محمد وآل محمد 100 مرة، هذه هي عقوبتك، وأنت اقرأي ورددي تسبيح الزهراء 10 مرات، وأنت كذلك قم وصلي 2 ركعتين لله. وكان هذا دأبه في تربيتنا يوميا إذا ما صدر منا خطأ أو خلاف أو مشاكسات فيما بيننا. واختلطت هذه الأذكار والأوراد والصلوات مع لحمنا وأنفسنا حتى كبرنا، فنسينا العقاب وبقي الأجر والثواب، وأصبحنا جميعا بحمد الله عز وجل من الفقهاء والمجتهدين. أما أخواتنا فأصبحنا من المدرسات البارزات في الحوزات العلمية في قم المقدسة. كانت هذه طريقة أبي في تأديبنا عند الصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بمثل هكذا تأديب لأولادنا الصغار، كي يذهب العقاب ويبقى الأجر والثواب، وينشأ نشوءا صالحا من حيث لا يشعرون. صباحات ولائية. أمين محمد، إذاعة الروضة الحسينية المقدسة.